حضور، اسعد الله صباحكم وشكرا للزميل مسعود من سعيد الحريري على التعليق المتميز. وفي هذه اللحظات انطلق ثاني اشواط القعدان المتأهلات الرابع في المجموع. شكرا للذين فازوا بالمراكز الاولى في هذه اللحظات. اللي في اول المراكز هذا هو المتحد للسيد فيصل بن شفيع المري في اول المراكز، اما في ثاني المراكز هذا هو ضيف للسيد سيف بن سعيد الجفالي النعيمي في ثاني المراكز. ثالث المراكز اللي هو المتميز للسيد بشير بن مصلح الشيباني العتيبي في ثالث المراكز. رابع المراكز اللي في هذه اللحظات اللي واصل حشيم للسيد فرحان بن محمد اليامي في رابع المراكز. خامس المراكز من الجانب الايمن ظبيان للسيد عبد العزيز ابراهيم ابو هندي في رابع المراكز، لكن روح مع بن شفيع راح بالمركز الاول في هذه اللحظات. هذا هو المتحد للسيد فيصل بن شفيع المري في هذه اللحظات في اول المراكز. اما في ثاني المراكز اللي واصل في هذه اللحظات هذا هو ضيف للسيد سيف بن سعيد الجفالي النعيمي، ويتسلل من الجانب الايمن هذا هو المتميز للسيد بشير بن مصلح العتيبي في ثاني المراكز. ثالث المراكز ضيف للسيد سيف بن سعيد الجفالي النعيمي، واصل اليامي في رابع المراكز. هذا هو حشيم للسيد فرحان بن محمد اليامي في رابع المراكز، ولكن رحمة على المتحد. هذا هو المتحد للسيد فيصل بن شفيع المري في اول المراكز حتى هذه اللحظات، متحد مع الناموس والمركز الاول، ولكن واصلك النعيمي واصل. هذا هو ضيف للسيد سيف بن سعيد الجفالي النعيمي في ثاني المراكز. ثالث المراكز هذا هو حشيم، بتعود مكيد حشيم للسيد سعيد بن بطيء، حشيم للسيد فرحان بن محمد اليامي، ولكن في اول المراكز هذا هو المتحد، ويستلل من الجانب الايمن هذا هو ضيف، هذا هو ضيف للسيد سيف بن سعيد الجفالي النعيمي في اول المراكز. انتزع المركز الاول وسيطر سيطره تامه، نقول تهانينا والناموس للسيد سيف بن سعيد الجفالي النعيمي على هذا الفوز. اما في ثاني المراكز هذا هو حشيم للسيد فرحان بن محمد اليامي. ثالث المراكز المتحد للسيد فيصل بن شفيع المري. التوقيت الزمني لهذا الشوط 2:12:29 من الثانية، نقول تهانينا والناموس لجميع الإخوة الفائزين وللمفاريد.